السلام عليكم. الفيديو تاع اليوم راح نهضروا على الروضة، نلقاو فيها كتيبة اللي ما نفهموهاش تقول شنوية. اليوم نوري لكم كيفاش نقراوها. بلا ما نهضر على لامارك اللي رانا حاليا شكون فيهم المليحة، نلقاو لي ديمونسيون لا كابيسيتي تاني يتسمى شحال تقدر ترفد الروضة، ومام لا فيتاس ماكسيمال اللي تقدر تمشي بها. راني حطيت لكم في الديسكريبسيون تاع الفيديو ليان يوتيوب وفيسبوك تاعي، حطيت لكم كاع منين جبت لي دوني تاع هذه لا فيديو. وما تنساوش تابونيو في القناه وتجيميو لا فيديو اذا عجبكم. نبداو بلي ديمونسيون تاع الروضه للغاشي كامل يعرفهم، ونلقاهم مكتوبين على هذا الشكل. 205 هو لا لونجور بالمليمتر، 55 هو بورسونتاج اللي يبين ليبيسور تاع الروضه، ويتحسب ليبيسور على لارجور. يتسمى 55 هو 55% من 205 في المثال تاعنا. الار 16، الار هو الراديال، معناتها الديامتر تاع لاجونت. يتسمى الروضة هادي عندها قطر تاع 16 بوس، معناتها في ليزونفيرون تاع 40 سنتيمتر. هذا بالنسبة لي ديمونسيون تاع الروضة. نشوفو دروك لانديس دو شارج اللي نلقاو فيه ارقام قدامو حرف، مثلا على هذا الشكل. الرقم هذا يمثل لا شارج ماكسيمال اللي تقدر ترفدها الروضه، وكاين طابلو اللي مدلنا ليكيفالون تاع هذا الرقم بالكيلوغرام بيان سور. والحرف اللي تلقاه لاصق في الرقم في المثال تاعنا هو الحرف V، يمثل السرعه القصوى اللي تقدر تمشي بها الروضه، وهذا الطابلو نقدر نشوفه فيه كل حرف والسرعه المنسوبه ليه. وفي المثال تاعنا في هو 240 كيلومتر في الساعة. كاين ثاني في الروضة واحد لاسيري تاع أرقام وحروف، نقراهم من اليسار إلى اليمين. نبدأ بالكود تاع الوزين وخصائص تاعهم اللي هنا ما يهموناش، ونستحقوا غير الأربع أرقام الأخرين في جهة اليمين، مع مثلا 1909، وهذا يتقسم على زوج، 19 اللي يمثل على الأسابيع، و 09 معناتها عام 2009. يتسمى الأسبوع 19 من عام 2009. كي تحوس تلقاها في نصف شهر ماي. كي تزيد تشوف الروضة تلقى تاني كتيبة باغ اكزومبل هذا اللي راكم تشوفوا فيه، وهذه ما نلقاوهاش في كامل الروض، بارسكو كي نلقاو الأو معناتها الروضة راهي في لي نورم أوروبيان، والرقم اللي نلقاوه لاصق في الأو يمثل الدولة اللي عطات الحق للمصنع باش يحط هذا الرمز، بارسكو تقدر تلقى روضة شنوية فيها هذا الرمز، يتسمى راهي في لي نورم أوروبيان بيان سور. والرقم اللي تلقاه قدام الاوكات هذايا يمثل النيميرو دابروباسيون. كاين تاني مصانع السيارات كبار ويخدموا سيارات خشينة، ولازم لهم الروض يكونوا خشان، ما لا يدومونديو من المصنع الروض يكونوا سبيسيال. نلقاو فيهم رموز خاصة بهم كيما راه موضح في الجدول التالي. نلقاو تاني مكتوبة تشيبلاس اللي معناتها تشيبلاس. كاين تاني اوتسايد اللي تشير الى الجهه الخارجيه تاع الروضه. نلقاو تاني مكتوبه روتيت ومعها فليشه، هذه توري لك جهه الدوران تاع العجله، مع العلم بلي ماشي كاع رود يجي فيهم هذا الرمز. الام بلس اس هذا نلقاوه في الروض تاع الشتاء، وفي الروض تاع الصيف ما نلقاو والو. اون جينيرال هذا واش نستحقوا في الروضه. إذا تستحقوا معلومة واحدة أخرى اكتبوها لي في الكومنتار وريبوندي لكم بربي إن شاء الله. سلام.